يا عم صابر، ازيك يا عم صابر؟ انت كنت موجود من المره اللي فاتت، كنت برضو مش مقتنع. قلت لي اول ما شفت الجهاز ده قلت ايه حته الحديده دي؟ هو فعلا كان في الاول ما كانش يعني، كنت عامله كله كلام وهزار والكلام كله ده، بس دلوقتي الحقيقه انا اتبسطت من الزرعه ونفسي اتفتحت، نفسي اتفتحت الصحه. يعني انا في الاول قبل ما اركب الجهاز ده انا ما كنتش يعني الارض دي، انا كنت زعلان على الوضع اللي هو احنا كنا فيه. دلوقتي الحاجه بقيت تمام وقوي، والارض بقيت حاجه حلوه جو صحه يعني الحقيقه. يعني الرعايه والتسميد بقى انت اللي مسؤول عنها، والري خفيفه. الريات اختلفت عدد الريات؟ لا الميه ما هتبين، ودلوقتي الميه اقل ميه ماشيه معانا. بس انت كنت الاول بتقول لي مهما بسقي الزرع ما بيشربش ما بيشبعش. ما كانش دكتور عيسى شرح لي فكره الجهاز اول ما اشتريناه، تمام؟ قال لي الجهاز بيحصل يعني لما الميه بتعدي من الجهاز بيحصل عمليه تكسير للجزيئات بتاع الميه، فما بيحصل عمليه تكسير لجزيئات الميه بالتالي ما بتنزل من النقاط بتعمل انتشار اسرع من وهي جزيء واحد. ده كلامهم العلمي. تمام. انا بحب اسمع بقى من الفلاح. عارف النهارده انا شفته بعيني، انا عايز بقى ايوه رجع تاني واضيف. الراجل ده اتصل بيا تاني يوم ما ركبنا الجهاز وقال لي استاذ محمد الخراطيم فرشت ميه في وقت اقل مكان الاول. فقلت له انا هرجع للدكتور عيسى وبعيد الكلام ده تاني، انا قلته قبل كده وبعيده تاني. فدكتور عيسى قال لي لما بيحصل تكسير للجزيئات بيحصل انتشار للميه اكتر. شغل يعني علمي. يعني في الاول كانت الارض تلقاها مبيضه من الملح، الصوديوم الملح الابيض ده كان قد ميه مد ميه مش مبين. دلوقتي اقل ميه ماشيه معاه، فده معناه ان هي قللت عدد ساعات الري. قللت في الكهرباء اللي انا بصرف بيها. انت بتروي كهرباء ولا عندك طاقه شمسيه؟ فدي كده قللت في عدد الساعات، قللت في التكلفه اللي انا بدفعها. كان عندي برتقان فوق، عندي فدانين برتقان فوق، احب لو عايز تتصور فيهم انا تحت امر حضرتك، مش عايز براحتك يعني. حضرتك الفدان برتقان ده السنه اللي فاتت انا كنت فكرت انا والحاج ان احنا نقرط ونطعم ليمون لانهم على اصل الرنج وكده، وكان يكادوا يكونوا مهملين خالص والاوراق مصفره وبدا يبقى في نواشف وبتاع. تعالى بسم الله ما شاء الله اتفرج على الضربات الجديده والدنيا اتغيرت 360 درجه. انت منين؟ من الصعيد. احسن ناس في الصعيد. مركز ملاوي تابعنا. سبت ملاوي وجيت هنا والكلام ده انا سالت لك قبل كده. انت قادري من بدري هنا. فعلا ربنا يديك الصحه. انا في الاول كنت يعني زعلان على الوضع وعلى وضع الارض. الرمل دي غير الارض السوداء؟ ايوه. ايه بقى؟ الارض السوداء برضه تختلف عن هنا. تختلف. الزراعه فيها اسهل. ده يعني الزرع يختلف عن هنا. وتاني حال ده ميه بحاري وميه تختلف. هاي هنا برضه كانت ميه حادقه والوضع كان يعني بحر. احنا عندنا الدور بيجي 3 ايام وبيروح 4 ايام. تمام. فطبعا الاربع ايام دول هيحصل معانا ضربات في الصيف، حراره وعطش وكلام من ده، هيعمل معانا عفان جدوره، فلازم يكون عندنا بير توازي بديل. صح. بشكرك ويعني ربنا يوفقك. شكرا.